في ناس بسناب بالطبيعي حكي وغيب وبالصحيح شلون بالصحيح ما تجي اقصد حكي بالطبيعي وانت مقابله حكي وغير يوم دخل بالسناب سوى نفسه فديتك يا الغلط. لا تسوي نفسك ما هو انت، انت هو انت مهما تسوي ترك تفلص بالاخير تفلص ما تجي ما ترك. واحد يصور بمطعم بالنسيم كباب يقول هذا مطعم بدبي ومدري شلون، يعني وش تبي يعني؟ اذا صورت بدبي يعني تصير كويس انت وكذا؟ والله ما ادري، يمكن تصير كويس، بس انك بعدها بساعه صورت استاد الملك فهد، يمكن اني غلطان، يمكن استاد الملك فهد رايح يتمشى بدبي واحنا ما دارين. يا ولد ترى كفلت، انت ما في مثلك احد. تدور الحضارة مي كذا، الحضارة مي بالنطق ولا هي باللبس، الحضارة بالرأس. هنا أنا بشرح لك الحضارة. النطق أنا أقصد النطق يعني اللهجة، مو المنطق. المنطق بو حضارة والفكر بو حضارة وسواقة السيارة حضارة. مثل واحد معه دكتوراه يجي السيارات واقفة عند الإشارة يروح من اليمين يصير قدام، ما نفعته الدكتورات، هذا متخلف. أنا بيفهم الحين أنت يعني أطيب من اللي واقفين هذولا ولا وشلون يعني؟ ومعك دكتوراه، أنت معك دكتوراه بالتخلف ومعه كافي يعني من 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 زود الحضارة وقدام السيارات واقف. أي حضارة تكلم عنها أنت؟ شوفوا بالإنستغرام تقول يا ولد حنا 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 متخلفين كلنا كتاباته. شوف سواقته وتدري أنك أنت متحضر. شوف شعاراته بالانستغرام وكذا وكتابات وتقول يا ولد تراعي اللون، تقول تحس انك بعير متعدي مرحلة متخلف. ناسف يا متابعيني يمكن غثيتكم بالموضوع هذا، بس انا لي نقاش مع لي واحد وانا قلت بخليه على الهواء الدكتور.